من المواضيع اللي الحكومة اتكلمت فيها كتير قوي خلال الفترة اللي فاتت هو موضوع البناء على الأرض الزراعية. مرة يقول لك بسبب ثورة 25 يناير، مرة يقول لك بسبب الانتخابات، بسبب الانفلات الأمني، بسبب النظام الإخواني اللي حكم البلد سنة يتيمة. المهم النهاردة حسب كلام الحكومة، حسب كلام عبد الفتاح السيسي نفسه، عندنا النهاردة أكتر من 2,700,000 بناء مخالف على الأرض الزراعية. الكلام ده كان في 2021. عبد الفتاح السيسي قال حجم مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بلغت 2,700,000 مخالفة. طبعا بعد هذا الرقم وبعد هذا الكلام الحكومة شنت حملة ضخمة جدا. شفنا مذبحة، بمعنى مذبحة، شفنا بيوت بتتهد فوق دماغ أصحابها، شفنا قوانين للتصالح وحلبوا المواطن وبعد كده هدوا البيت فوق دماغه، شفنا الحكومة بتهدد المواطنين. ده طبعا بعد اللي قاله عبد الفتاح السيسي لما هدد الشعب المصري انه هيحرك الجيش ويبيد القرى كاملة. الخبر سيسي يهدد بنشر الجيش وإبادة قرى لإزالة مخالفات البناء. قال لك عندنا 4,500 قرية على مستوى الجمهورية النهاردة فيها مخالفات ومنازل اتبنت على الأرض الزراعية، وهدد وبناء عليه البلد متحفزة من 2019 لحد النهاردة، بنتكلم عن أكتر من 3 سنين، والبرلمان بيطلع قوانين، وزارة الزراعة بتطلع مشرفيها وخبصيها ينقلوا الأخبار بتاعة الفلاحين، هتلاقي كمان وزارة الداخلية بتقبض على اللي تقبض عليه وتهد اللي تقدر تهده، كل ده من أجل عودة الأرض الزراعية للإنتاج الزراعي. وبالمناسبة حدش يقدر يقول تلت التلاتة كام أرض زراعية. المفروض تفضل أرض زراعية. عايز تبني عندك الصحراء هاو، احنا دولة عايشين على حتة قد كده من مساحتها، محتاجين الزراعة، محتاجين الأرض الزراعية، محتاجين الإنتاج. بدل ما بنستورد 80% من القمح بتاعنا من بره، بدل ما نجيب 85% من العلف والمواد العلف بتاعتنا من بره، بدل ما بنجيب 75% من الزيت بتاعنا من بره، نهتم بالزراعه. الكلام ده اتقال عن الاراضي الزراعيه بتاعه المواطن ال 2,700,000 وحده في ال 4,500 قريه. المفروض بقى الحكومه ايه؟ تلتزم هي اولا بهذا المبدا. طالما الارض الزراعيه خط احمر والارض الزراعيه امن قومي، يبقى المفروض اول حد يطبق الموضوع ده الحكومه. لكن الحكومه بتاعتنا ماشيه بمبدا، عارف كده، في مثل شعبي بيقول لك اذا بيت ابوك اتهد الحق لك منه طوبه. ده اللي بتعمله الحكومه، حاجه اللي ما تعرفش توقفها بتشارك الحكومه فيها، يمكن تطلع بسبوبه. فشلوا في ايقاف الدروس الخصوصيه، قال لك طب ما تيجي نعمل دروس خصوصيه وناخد السبوبه. فشلوا في وقف البناء على الاراضي الزراعيه، ففوجئنا النهارده ان احنا عندنا عزبه اسمها عزبة أبو رجب، والعزبة دي موجودة في محافظة القليوبية. قبل كام شهر بقرار حكومي وقرار رئاسي نزع ملكية أراضي عزبة رجب وتملكها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدولة من أجل إقامة أبراج سكنية ومباني سكنية على هذه العزبة. العزبة دي عدد سكانها 250 أسرة ومساحتها مش كبيرة، يعني العزبة مساحتها على 3-4 فدادين. لكن المصيبة السوداء إن عندما قرر عبد الفتاح السيسي أو الحكومة نزع ملكية هذه العزبة لبناء أبراج سكنية، والعزبة طبعا كلها أو كلهم شغالين في الزراعة، نزع كمان 500 فدان تابعة لمركز البحوث الزراعية، وكل ده هعمل عليه أبراج. للرغم من الورق اللي قدام حضراتكم ده واللي خارج من محافظة القليوبية بيقول ردا على استعلام المواطن فلان بشأن الاستعلام عن الموافقة على إعطاء إفادة بوضع عزبة أبو رجب التابعة للتابعة لمحافظة القليوبية، هل هي تابع أملاك الدولة ولا لأ؟ رد المحافظة بيقول لأ، دي أملاك خاصة، أملاك خاصة تبع المواطن، وده الحيز الجغرافي
للعزبة بقاله النهاردة أكتر من 110 سنة 120 سنة. لكن إيه اللي حصل؟ إيه اللي اتغير؟ إيه اللي خلى الحكومة مرة واحدة تروح تنزع ملكية أراضي زراعية من أصحابها، وتنزع ملكية 500 فدان من مركز البحوث الزراعية عشان تبني عليهم مدينة سكنية وأبراج وتبيع الأبراج؟ قالك والله ده السبب إن في سبوبة في الموضوع. سبوبة طبعا هو بيزنس الجيش اللي قرر النهاردة يشرد عشرات الأسر، 250 أسرة. لو بنقول الأسرة مثلا مكونة من 5 أفراد، يعني بنتكلم النهاردة على 1250 مواطن، بنتكلم النهاردة على أطفال وسيدات وناس اتولدت وعاشت ومدرسة وحياة وذكريات على العزبة دي مرة واحدة بجرة ألم بسبب طمع البلد في الأرض بتاعت العزبة. فقالك هنشيل الناس دولت نرميهم برة ونعمل عزبة. سبب بقى زي ما حضرتك شايف كده، ده موقع العزبة قرية أبو رجب، بتقع جنب الطريق الدائري وجنب طريق شبرا بنها الحر وجنب محور الفريق محمد العصار. وهنا بقى مربط الفرس. بعد إقامة محور الفريق محمد العصار في العام 2019 وتجديد طريق شبرا بنها الحر وتوسعة الطريق الدائري، الأرض في المناطق دي زاد سعرها 7-8 مرات، وبقت حتة بنبناية منورة كده جنب المحور وجنب الدائري وجنب الطريق وجنب كل حاجة. ما ينفعش يسكنها فقرة زيها زي جزيرة الوراق، ما ينفعش يسكنها غلابة زيها زي مثلث ماسبيرو، ما ينفعش يسكنها المواطن. فقررت الدولة تنزع ملكيتها من أصحابها، مش بس كده، وتحول الأراضي الزراعية أكتر من 505 فدان لمجمع سكني تبني فيه أبراج وعماير عشان تبيعه بالفلوس وتدخل بيزنس. ده واقع العزبة. تخيل كده الناس، أهالي العزبة بيحلموا إنها تخش حياة كريمة. ويا أخي عايز تطور، طور عندك، اعمل حيز تطوير على يمينها وحيز تطوير على شمالها وحيز تطوير من الناحية التانية وطور العزبة لأهلها. لكن المصيبة السوداء ان حتى القرار انا هطور العزبة، ههدي البيوت وهنقلكوا اوديكوا مدينة العبور الجديدة في الصحراء. طب ما تطور العزبة وتدينا بيوت فيها. قال لك لا، ده انا هبني ابراج 7 و8 و9 و20 دور. ما ينفعش انت يا مواطن، يا فلاح ياللي انت عايز تربي جاموسة وبقرة تيجي تقعد في العزبة. طب الارض الزراعية مش مهم. طب الخط الاحمر عادي يبقى اصفر او اي حاجة. طب الامن الوطني ملناش فيه. ست طيبة اللي قدام حضراتكم دي شايلة حافتها على رجلها وبتستغيث بالحكومة قبل رمضان وقبل العيد، ادونا مكان نعيش فيه ما تسيبوناش في الشارع. عايز تاخد العزبة طمعت فيها خدها، لكن ادينا مكان نعيش فيه مش تودينا الصحراء. المصيبة السوداء كمان قالك ايه، لو انت عندك بيت، البيت اللي على عمدان المتر فيه ب2000 جنيه واللي مش على عمدان المتر فيه ب1500 جنيه واللي مسقوف بالجريد او بالخشب المتر فيه ب500-1000 جنيه، في حين ان المتر في الارض دي يتعدى ال15-20 ألف جنيه. اسمع كده الست دي. خطيبنا شوف لنا اي سكن عشان اطفالنا ده نروح بقى فين، ورمضان جاي حضرتك يا رب يخليك لنا وما نتحرمش منك يا ريس. يا ريس احنا بنستغيث بحضرتك عشان خاطر اطفالنا ده، الله يبارك لك، الله يبارك لك ويخليك لنا. اي سكن في اي اتجاه احنا هنروح، لو ودتنا بني في الجبال وهنروح الجبال، مش هنقول لحضرتك لا. بس اي مكان نقعد فيه احنا وعيالنا دي، اطفالها هتروح فين واهلهم غلابه، اهلهم غلابه والله. عيالنا يروحوا فين؟ سؤال لطيف جدا. الناس بيدوا حلول. انت دلوقتي هتبني على مساحة مئات الافدان، اكتر من 500 فدان زي ما بقول لحضراتكم. طب ما تبني حوالين العزبة، ولما تعمل مساكن انقل اهالي العزبة للمساكن، وبعد كده تعالى هدي العزبة. لكن الحكومة راسها وقال في سيف ان من بكرة اللي هو 1 أبريل أو 1 مارس يتم نزع، او نهاية مارس تقريبا، او يعني خلال اليومين دولت يتم نزع الاراضي كلها وهنبدأ البناء من العزبة اللي هو من النص. مهم ان انا مش عايز اشوفك هنا. واحد من الاهالي بيقولوا انه قاعد في بيته في العزبة
في عزبة أبو رجب واللي ورث أرضه كابر عن كابر، أبوه اتولد في العزبة دي سنة 1890، يعني قبل 110 سنة. نتابع. الكلمة اللي أنا عايز أقولها، لو العزبة ديت هتبقى من صالح البلد ماشي، بس أنا عايز سكن بديل، مش متأخر عنه، عايز سكن بديل، لأن أبويا مولود هنا قبل 1900 بأربع سنين، وأنا عندي خمسات. يعني 1800 وكام؟ 1997. أبويا مولود هنا في العزبة. أنا اللي أنا عايزه، عايز سكن بديل. يعني متخيل الراجل ده بقاله 110 سنة، عدى عليه بقى احتلال وعدى عليه أنظمة، وأبوه قصدي عايشين في هذا المكان، واتغيرت الأنظمة والمحافظين والوزراء، وجه النهاردة بيقولوا له معلش امشي عشان احنا طمعانين في حتة الأرض دي لأن سعرها زاد، عشان كده هنطلعك انت وعيالك وهندوس على قبر أبوك باللودر ونفرمه في الأرض عشان نبني برج ونبني جراج ونبني كافيه ونعمل سبوبه تدخل لنا فلوس. قرار مجلس الوزراء كان بنزع الاراضي بدءا من 1 مايو، يعني بعد شهرين، لكن رأفة بالناس قال لك احنا هنأجل القرار لبعد رمضان وبعد العيد، لكن هتطلعوا والجزمه فوق دماغكم. النهارده قررت الحكومه تأجيل تنفيذ نزع ملكيه اراضي عزبه ابو رجب في منطقه بهتيم التابعه لمحافظه القليوبيه لصالح القوات المسلحة إلى ما بعد عيد الفطر المقبل، وهو الإجراء الذي كان مقررا له الثلاثاء المقبل كحد أقصى بحسب مصادر من سكان العزبة التي تعد بكاملها أرضا زراعية. أنا معايا بعض من الفيديوهات أيضا، معايا فيديو لأحد أهالي عزبة أبو رجب بيقول البيوت دي بنيناها بايدينا وحرمنا نفسنا واولادنا من الاكل والشرب واللبس عشان نبني البيوت اللي الحكومه النهارده هتهدها فوق دماغنا. نتابع. بس تخيل معايا كده فجاه انك لما تصحى من النوم الصبح يقول لك فضي بيتك دلوقتي، الناس دي تروح فين؟ هتنام فين في اليوم اللي هيطلعوا فيه ده؟ انت بتقول له سلم واديك تعويض. تمام. بص دي ست مسنه عندها 85 سنه، تمام؟ والستات والاطفال الناس دي هتروح فين؟ انت بتتكلم دلوقتي عشان تروح تأجر شقه اقل ايجار في المنطقه اللي احنا عايشين فيها دي مش اقل من 2000 جنيه 2000 ونص. في ناس تقدر بس ناس تانيه ما تقدرش. انا عايزك تبص كده في وشوش الناس دي، في وشوش الغلابه، الاطفال والشباب والستات الطيبين دول، هم واقفين كده لما فوجئوا مرة واحدة ان حكومة بلدهم اللي المفروض بتدافع عنهم واللي المفروض قال لك احنا الارض الزراعية خط احمر وكلهم فلاحين وكلهم يمتلكوا ارض زراعية، مرة واحدة الحكومة بتقول لهم مالكمش حاجة عندنا، يا ريت حتى هتعوضهم تعويض المناسب اللي يقدروا بيه يشتروا بيت في مكان تاني. ديله تمن المتر الواحد 2000 جنيه، في حين ان المتر هنا من اول 2019 بعد المحاور والكباري اللي اتعملت وبعد البلد او الحكومه ما طمعت في المكان، المتر النهارده ممكن يوصل ل 20,000 جنيه. طب يا سيدي خدها، نفع عام نفع عام على دماغي من فوق، لكن سكنني معاك. لا، ما انتش انت عايز تربط حمارتك جنب حماره العمده؟ لا، ما انتش من مستوى الناس اللي هتسكن هنا، انت بتاع عزبه ابو رجب، ارميك في العبور، ارميك في الصحراء بعيد، لكن هجيب ناس هاي، ناس كلاس، ناس تستحق تعيش في الحتة البنبناية اللي أنا عملتها دي، لكن أنت تاخد عيالك وتاخد تاريخك، تاخد ذكرياتك وورقك وعقودك وكل اللي عندك وتروح تقعد في الصحراء. معايا بعض من تغريدات أهالي عزبة أبو رجب، الناس اللي بيعبروا عن واقع بيعيشوا المواطن النهاردة، مش بس في أبو رجب، ده بيعيشوا المواطن في الوراق، بيعيشوا في مزبيرو، بيعيشوا في عزبة نادي الصيد في اسكندرية، بيعيشوا كمان في المساكن اللي موجودة جنب مينا العريش. النهاردة الحكومة أيضا بتهجرهم لنفس السبب. اسمع كده صاحب الرسالة بيقول إيه. أنا مش شايف حاجة، بطبع للحاجات دي الله يرضى عنك. قال مظالمنا مطالبنا مشروع،
وهي عقد حوار مجتمعي مع أهالي عزبة أبو رجب وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معاهم. ناس بيقولوا ما احناش ضد التطوير، احناش ضد التطوير، لكن لما تيجي تبدأ ابدأ بالمنطقة اللي بعيد عن العزبة، ولكن بعد كده طور العزبة، طور المنطقة بحيث يكون أهالي العزبة جزء من التطوير. ابدأ ابني الحاجات اللي جنب العزبة، وبعد كده تعالي العزبة، ده مطلب مشروع جدا الناس بتطلبه من الحكومة، لكن الحكومة طمعانة بسبب المكان بتاع العزبة. اديني كده التغريدة اللي بعدها لو عندك اهو. حامد بيقول من المؤسف ان تفوتك حياة بسبب موقعك الجغرافي. اسمه حامد، اتولد سنة 86 بقرية اسمها ابو رجب، والده اسمه احمد اتولد سنة 61 بقرية اسمها رجب، جده اسمها ابو رجب، جده اسمه حامد اتولد بقرية ابو رجب اللي كان قبل كده اسمها العزبة البحرية سابقا وعزبة روحية هانم سابقا. والد جده اسمه غريب اتولد سنة 1897 في عزبة رجب. جد جده اسمه ابراهيم اتولد مش عارف سنة كام في نفس العزبة. الراجل جايب صورة قيد ميلاد من سنة 1962. الناس دي عايشة من سنة 1962، من سنة 1897 في العزبة دي، لكن التطوير بتاع الدولة والمشاريع بتاعة الحكومة والسبوبة النهاردة اللي مع الأسف محدش عارف مين بيتحكم في هذه السبوبة. خلي بالك المجمعات السكنية دي لما تتعمل جيوبها هتتحط في أموالها هتتحط في صناديق سيادية، لا الشعب هيشوف منها حاجة ولا أصحاب الأرض هيشوفوا منها حاجة. أعتقد معانا أيضا بعض الفيديوهات. طيب اديني كمان لو عندك كمان تغريدة كده. واحد بيقول كل ذنبنا، أحمد بيقول، أحمد علي شمس بيقول كل ذنبنا إننا عايشين في الجمال ده. أشوف الجمال، شايف المكان اللي ناس اللي النهاردة الحكومة هتهده، شايف كمية الخضار قد إيه، لكن جنب البشاعة الطرق والكباري بتاعتهم، فهيشيلوا المكان الأخضر ده ويدوسوا عليه باللوادر بتاعتهم عشان يعملوا مكانه أي حاجة. السؤال اللي بنسأله النهاردة بعد استغاثة أهالي عزبة رجب وبعد مكايدة الحكومة لهم، الغريب كمان خليني أقول لحضراتكم حاجة غريبة حصلت. المحور اللي اتعمل ده اتعمل في 2019، ومن يوميها حكومة حطت عينيها على العزبة، وبناء عليه قطعت عنهم الخدمات، قطعت عنهم الصرف الصحي، قطعت عنهم الكهرباء. الناس دي عايشة وميتة من 2019. حطيلي كده الخبر، قالك بنعاني بلا خدمات. الناس دي من 2019، من 2019 المكان اللي قدام حضراتكم ده إهمال، إهمال خدمات، نزع ملكية. أيام صعبة النهاردة، أيام صعبة بتنتظر أهالي عزبة رجب اللي بيموتوا بالبطيء. حكومة النهاردة بتطفشهم من المكان. ناس بتستغيث يبقى عندهم صرف صحي. حكومة اللي النهاردة بتعمل حياة كريمة، أهالي عزبة رجب هم بيستغيثوا اعملوا لنا صرف صحي، بيناشدوا المسؤولين لتوسعة الصرف الصحي، لكن الحكومة، الحكومة اللي طمعانة في أرضهم النهاردة حرماهم من الخدمات، حرماهم من انهم يعيشوا، حرماهم من المستقبل. خبر ايضا اهو، اهالي عزبة ابو رجب في القليوبية بيستغيثوا من عدم وجود حتى النور، يعني الكهرباء مش موجودة، ناس بتشبط السلك من السلك والسلك من البيت للبيت، لان الحكومة قررت مرة واحدة ترفع ايديها عن العزبة. ليه؟ عشان الحكومة عايزة تاخد العزبة وتضمها للمشاريع بتاعتها. السؤال اللي بسأله النهاردة ده سؤال يعني بصوا كده بمنتهى الحيادية. انت النهاردة قلت لي الأرض الزراعية خط أحمر، اتخرب بيوتنا بسبب ان مشكلة الأكل والناتج الزراعي راح بسبب البناء على الأرض الزراعية، والبرلمان بتاعك عمل قوانين الحبس فيها بيصل لخمس سنين. السؤال اللي بيسأله النهاردة، هل يستطيع القانون المصري والدستور المصري والبرلمان المصري إنصاف
250 أسرة في عزبة أبو رجب بمحافظة القليوبية ولا لأ؟ قال لك النواب تحمي الأراضي الزراعية، أو مجلس النواب يحمي الأرض الزراعية. الموافقة في المجموع على تعديلات قانون الزراعة، والقانون بيقول 5 سنين حبس وغرامة وعقوبة ضخمة للبناء على الأراضي الزراعية. القانون كمان بيهدف لحماية الأمن القومي الغذائي، وبيتم وتم إحالة 8 اتفاقيات للجان المختصة. سيسي نفسه لما اتكلم عن الأرض الزراعية والبناء عن الأرض الزراعية قال إن الموضوع أمن قومي، وقال لك قضية دولة. البناء على الأراضي الزراعية قضية دولة. قضية دولة النهاردة الدولة كلها واقفة قدام شوية فلاحين غلابة ما حيلتهمش غير الغلق والفاس بتاعهم اللي بياكلوا بيه من الأرض، بتطلعهم عشان طمعانا في أرضهم. وزير الزراعة قبل كده قال كلنا بننفذ القرارات، أهو ده القصير يؤكد على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بمنع التعديات وحماية الرقعة الزراعية. خلينا أعرض لحضراتكم فيديو هيلخص كل الكلام اللي احنا بنقوله. شغل كده الفيديو، شغل شغل شغل. ده دي النهاردة عزبة أبو رجب اللي عايزين يبنوا عليها أبراج. شايف الغلة، شايف الخضرة. هو الفيديو اسود ولا انا اللي بيتهيألي؟ طيب شايف الغلة عاملة ازاي؟ شايف القمح، شايف الارض الشاسعة، 500 فدان تبع البحوث الزراعية، اراضي الاراضي اهالي العزبة والاراضي اللي مبني عليها العزبة، النهاردة هتحولها لطوب وحجر وكتلة خرسانية عشان تبيع فيها مساكن وتبيع ابراج وتأجر. هل ده الواقعي؟ هو ده القانون؟ وده الحفاظ على الامن القومي؟ هو ده الامن القومي خط احمر؟ ده سؤال بنسأله للسادة المسؤولين، يمكن نلاقي عندهم اجابة.